نقلة دي قشطة قوي، مشكلتها انها ساب رد. حلوين يومين في تركيا، كويس قوي، احنا هننهب. ماشي يا عم، بس وانت جاي بقى من اسطنبول يعني؟ شوف لي جاكيت حلو كده هدية. ان شاء الله ربنا يسهل، المهم نلاقي مقاسك. في هالة الواحد بره عاوز استاذ عامر. مين ده اللي بره؟ ما تخليه يخش. يمكن معلم صالح. هو صالح. أنا أول ما سمعت الخبر لفيت بالكونتينر ورجعت على طول. لقيت جبر وصاحب البضاعة بيلطموا. البضاعة أنت عارف بقى ما تستحملش أكتر من 6 أيام. ما طولش عليك. رجعت في الطريق وأنا بتابع مع فؤاد. حتى أسأله. عارف يا عامر. ألف سلام عليك يا دوا. الله يسلمك حبيبي. أنت بقى لازم تتغدى بقى معايا النهاردة. في شوية حمشانة هنا بقى من اللي هما إيه؟ قلبك يحبهم. لسه فاكر؟ يا لهوي. انت لازم تدوق الكرشه هنا ضروري. يا بخت الكرشه اللي بتحبها كده يا جدع. حبيبي يا دولي، والله العظيم وحشتني. وانت اكتر يا عامر. يا اخي انت لو بتعرف ايه اللي حصل لفؤاد لما انت اختفيت. يا لهوي، ده كان عايز يقفل الشركه ويقعد يدور عليك. فؤاد طول عمره جدع واصيل. والله العظيم قاعد نفكر راح فين صالح، راح فين صالح. قلنا تلاقيه اتجوز عصفوره كده ولا كده. لا انا قلت اركن شويه واستريح. بانوا العلم اللي العظمه كبرت يا عامر. عظمه ايه اللي كبرت يا صالح؟ في ايه؟ انت اصبع واحد فينا يا عم. في يا صالح مالك؟ قافل كده ليه؟ انا هرجع مصر يا عامر. ترجع فين؟ بلدنا يا جدع، فيها غربه قد كده. ترجع مصر تعمل ايه؟ ماشي اسبوع شهر كل سنه. لكن ترجع على طول؟ وحد يلاقي شغل هنا ويسيبه؟ انت عامل شركه قد كده. كل ده هتضيعه يعني؟ عشان ايه؟ عشان حادثة؟ ما هي بتحصل لكل الناس. أنا جبت آخر. تعبت يا عامر. صباح الفل. أخسرت الرجال يا جدعان. أزين ما لقيتك يا عدل. عايز يا مجدي؟ صحبان عليا. ابن حتتي ومتربي معايا. وطول عمري شايف دماغك دي بسم الله ما شاء الله. عاملة زي إزازة الكينة المعفنة. ما قلتليش برضه يا مجدي عايز إيه من رأس الكلام بتاعك ده؟ لا قلت لك بس أنت اللي مش واخد بالك. صعبان عليا ابن حتتي العترة. يبقى رايح جاي كده على الفاضي. لا مجدي انا مش عارف اشكرك ازاي على المعلومات اللي انت بتقولها لي عن نفسي. انا ما كنتش عارف ان انا بمشي وانا نايم. مش عارف اشكرك ازاي. انت هتقعد تعمل لي دماغك كده زي اسماعيل ياسين؟ يا عم في ايه؟ ما تخليش مخك شمال بقى شوقي. اسمع يا مجدي، اوعى تنسى نفسك. انا شوقي عم المنطقه دي كلها. ولا نسيت زمان لما كنت بتخش الحاره كنت بتعمل ايه؟ بتستأذن مني عشان اسمح لك بالدخول، نسيت ولا فكرك؟ لا مش محتاج تفكرني. بس انت اللي مش فاكر بقى رجوله يا صاحب الحته اللي كنت بتدخلها لي بالاذن. ان الكلام ده كان ايام ابوك الله يرحمه. انما دلوقتي الصوره اتغيرت. اوعى تنسى شوقي ان انا اللي بدفع لك فواتير الكهرباء. لولايا كانوا قطعوا عنك النور وبقيت قاعد في الضلمه. ده غير الايجار اللي بدفعهولك. فاكره شوق ولا فطمك؟ فاكره مجدي، ما نسيتش. فاكر ان انت دفعت لي فلوس الكهرباء والايجار، بس انا ما قلتلكش انك تدفعهم يا اخي. يا اخي انا بحب اعيش في الضلمه. بعدين ان شاء الله اتصرف شويه البضاعه دول وابقى اديك الفلوس بتاعتك. بص عليك كده شوقي، ايه تفهمنيش غلط؟ امال ده انا لسه قايل لك ان احنا ولاد حاره واحده ومتربيين مع بعض. هذا انا جاي افتح لك باب جديد، باب يمنجاك ويظبطك بدل ما انت قاعد قدام النار دي اللي هارت جلدك. بقول لك يا مجدي، شرفت وانست ولا نورت ولا مع السلامه؟ لا تفهمني، انا عايزك تشتغل معايا في محل السمين. انا؟ ما بعرفش اطبخ. وانا اهبل عشان اجيب واحد بيعمل كده يجي يطبخ؟ امال عايزني اعمل ايه؟ انا عايزك تيجي تقعد الزباين، تستقبلهم، تخدم عليهم، وهتورزق هيطلع لك 3 4 بواكي يظبطوك.
أقعد الزباين وأخدم عليهم. أنا مجدي. بقولك يا مجدي، أنا لا عايز بواكي ولا سواكي ولا حاجة من دي خالص. اختار لك واحدة من الاتنين، شرفت وانست ولا مع السلامة؟ لا أنا هختار مع السلامة، بس راعي إن أنا ما شربتش عندك حاجة. سلام. زود النار يا قط، زود النار. ايه ده؟ انت كنت فين يا معلم؟ ده انا دورت عليك في كل حتة، محدش عارف يتصل بك خالص. انا قلت اريح دماغي شوية في وقت. الله، طب بقول لك ايه؟ بدل ما معكش تليفون، ما تاخد التليفون بتاعي تخليه معاك. انا هرجع مصر يا فؤاد، عايز اصفي الشركة. ايه؟ زي ما سمعت لنا فؤاد. أنا ما سمعتش حاجة يا صالح. أسمعك تاني يا فؤاد، عايز أصفي الشركة. خلصت لحد كده؟ خلصت بأمارة إيه يا صالح؟ أنا عملت لك إيه علشان تعمل فيها كده؟ أنا عمري ما عملت حاجة من غيرك. عمري ما اتحركت أي حركة إلا وأنا معاك. ده أنا لما بسافر لعيالي بسافر في الوقت اللي أنت عايزه يا صالح. مش لازم الكلام ده فؤاد. يبقى خلاص. مفيش أي حاجة خالص ليها لازمة. لا الشركة ولا الفلوس ولا أي حاجة. فؤاد أنت زي واحد من إخواتي. أنا بعزك. بس أنا شفت الموت بعيني. ولو حصل لي ده تاني عايز أدفن وسط أهلي. في بلدي يا جدع. مالك يا صالح؟ أنت بتتكلم كده ليه؟ أنا مش مصدق. انزل. إيه؟ أنزل فين؟ أنت اتجننت؟ انزلي بس، عايز أوريكي حاجة. توريني إيه؟ انزلي يا بنت. يا عامر في إيه طيب؟ في حاجة حلوة كده عايز أفرجك عليها. عامر ورحمة أبويا لو... لو إيه؟ وأنا بتاع لو؟ وأنا مش أخلاقي. تعالي بس. تفضلي يا دلي. إيه رأيك بقى؟ ها؟ إيه دي؟ طب ما تشوفيها الأول كده ومشي فيها كده. هي حلوة وروحها حلوة كمان. لا مش حلو بس، فانا عارفش اللي بتحبيه ستيل اهو، وباركيه في الارض ونجف في السقف وستار على الحيط، كل حاجه. طيب يلا نمشي. نمشي تروحي فين؟ استنى حبيبتي. شقه مين دي يا عامر؟ شقتنا حبيبتي، انا اشتريتها. لقيت كل حاجه من اللي بتحبها هنا، قمت واخدها من صاحبها بالعفش. شقتنا؟ بس انت كده بتسبق لامور يا عامر. امور ايه اللي بنسبقها؟ ده احنا متاخرين. بس ماما لسه مش راضيه وانت عارف. هفضل وراه كل يوم وكل ثانية لحد ما توافق إن أنا أبقى الحبيب. دي الدرجة دي متمسك بيها؟ متمسك بيكي؟ ده أنا قافش. ما أنا دافع كل الفلوس دي ليه؟ مش علشانك. حتى بصي بصي الدليل أهو، قلبي على الحيط. ميرسي قوي يا عامر، بس والله ما كانش في لزوم. ما أنا شقتي تمليك كمان. تمليك إيه؟ أنت عايز أمك تقتلني؟ وبعدين فرعون الطريق ما يسكنش في شقة مراته. فرعون الطريق يشتري شقة لمراته. بحبك قوي يا عامر. بموت فيك يا صابرين. طب يلا. يا ريت بقى يلا حبيبتي. يلا بينا نمشي. اه طب مش هنجرب الشقة؟ نجربها بعد ما نتجوز. طب بروفة. طيب استني يا دلي. حبيبي حسين. بليز دونت جو ناو، ليف هيم فور ا وايل. ما تروحلوش دلوقتي يا سوشي. احنا لازم نلحقه، صلاح اتغير، ده متخانق مع فؤاد. طب ايه رايك سيب عامر هو يتصرف؟ اشمعنى عامر يعني؟ ما اتصرفش انا ليه يعني؟
عامر هي هذه زون كاركتر يقدر يقنعه، فهمني؟ هي كان دوت، هي كان دوت وانا مش دوت. شوشي انت شكلك كده مش عارفه جوزك كويس، ده انا اذكى واحد في اخواتي وعاد تاثير، ده احنا بنقصر في الحيطان بالمسلح اللي فيه. هي شوشي احس اني احبك، انا احبك، ده انا بموت فيك، انا بموت فيك. بقول لك ايه يا مدير بقى، النهارده اعمل لي اجازه انت بقى، يلا باي باي يا اختي حلوه. كده صالح، كده انت كسرت حيطه محدش قدر يلمسها 20 سنة. فيه يا عم فؤاد، انت برضه تزعل من صالح وانت مش عارفه؟ ما انت عارف انه عامل زي الفريزر، بيقفش بسرعه وبيفك بسرعه. يعني صالح عمره ما عمل معايا كده. يا عم فؤاد، يا عم فؤاد، ده حبيبك ومش ممكن يزعلك. يا ابني صالح مش صغير، صالح ما يقولش كلام زي ده يزعل ابدا. يعني ايه تقصد يا عم فؤاد؟ معرفش، بس الموضوع متغير، الموضوع متغير. ولا يهمك، ولا يهمك عم فؤاد، احنا هنقلب الدنيا على صالح ونجيبه لك لحد هنا. صالح مش هنا، صالح زمانه في مصر دلوقتي. ايه؟ مصر؟